كبقعة زيت على سطح ماء راكد، تنتشر التظاهرات الشعبية في محافظات جنوب العراق جغرافيا، وتتمدد لترسم صورة أكثر وضوحا للشارع السياسي في العراق، صورة يبدو فيها العراقيون أشد رفضا للنفوذ الإيراني في بلادهم. المتظاهرون هذه المرة وبحسب مراقبين أظهروا وعيا سياسيا جعلهم يحددون خصومهم المتسببين فيما وصلت إليه أوضاع العراق من انهيار وفساد حكومي، فصبوا جام غضبهم على صور المرشد الإيراني خامنئي وسط محافظة البصرة، في حين رفع آخرون شعارات تطالب بوقف التدخل الإيراني في العراق. قبل ذلك أحرق المتظاهرون عددا من مقرات ومكاتب الأحزاب والكتل السياسية المسيطرة على الحكم في العراق بدعم إيراني منذ أكثر من 15 سنة، لم يقدموا خلالها للعراق بحسب المتظاهرين أنفسهم إلا مزيجا كريها من الفساد الحكومي والطائفية المقيتة، ما خلف دولة فاشلة وفق أكثر التقييمات الدولية، ومجتمعا مفككا يعاني من الانقسام والصراعات الداخلية بفعل صراعاتهم السياسية الطائفية. القمع الحكومي الدموي للتظاهرات الشعبية التي دخلت أسبوع الثاني وسقوط عدد من القتلى والجرحى لم يجد نفعا لحكومة العبادي، كما لم يجد كذلك قطع خدمة الانترنت في محاولة حكومية لإخفاء الحقائق عن الرأي العام الدولي، محاولة سبق أن أتت بنتائج عكسية ساهمت في إسقاط نظام مبارك في مصر قبل 7 سنين وأنظمة عربية أخرى. رغم كل ذلك تبدو الأمور آخذة في الخروج عن سيطرة حكومة العبادي، فالعاصمة بغداد قررت دعم تظاهرات الجنوب، فخرج سكان مدينة الشعلة وحي أور وحي العامل في بغداد إلى الشوارع للتضامن مع المتظاهرين في جنوب العراق، وقطعوا الطرق احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء وغياب فرص العمل، تظاهرة تبعتها أخرى في ساحة التحرير وسط بغداد منددة بالفساد الحكومي وانهيار الخدمات العامة، الأمر الذي ينذر بتمدد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة ليكسب العراقيون الغاضبون أرضا جديدة كل يوم، وليتراجع النفوذ الإيراني أمام غضب الشارع العراقي المحبط. فهل تنتشر نيران الغضب لتتحول إلى ثورة شعبية شاملة وكاسحة؟ الماي مالح، كهرباء ماكو مقطوع علينا، والعباس ملينا، باحي الشباب شنو ذنبه؟ شوف شوف شباب.